اصبر اصبر نمر لفظ مجازي هذا انا حاسب ان نمر لقيته لقيته المفاجاه لك الطلب يدش المفاجاه المفاجاه الهديه هذه جهاز سكر لعبد المجيد الفوزي عشان كذا لابس اصفر صبر صبر المفاجاه ما هي هذه المفاجاه ما هي هذه فكره المفاجاه اجمل من هذه صبر انتم مستغربين اصلا انه عنده جهاز ما يحتاجه صح ولا لا فكره الجهاز هذه فكره الجهاز جديده طال عمرك بدل لي اسمع عبد المجيد عبد المجيد عبد بدل لي ينخز عبد المجيد خليك بدل لي ينخز جسمه بالابار همس الحمد لله من فضل الله وصلوا لي طب جديد طال عمرك انك تحط المغناطيس هنا وتركب الجهاز كذا على طول يطلع النتيجه تقريبا تقريبا يعني الشرح 90% وصل عرفت اتمنى 90 تقريبا تقريبا عرفت طبعا الجهاز عباره عن ترى اول مره جاي طيب الجهاز هذا جديد الجهاز هذا جديد من شركه فري ستايل ليبرا تمام الجهاز هذا عباره عن حساس يوضع هنا او بالفخذ يا سلام طيب الجهاز هذا هو جهاز السكري كاميرا اقرب كاميرا او ممكن هذا اللي هنا تمام تعال هنا ممكن الكاميرا هذه اللي هنا تمام الجهاز هذا هو القارئ بحيث ما تحتاج لأي إبر مجرد ما تمرر القارئ للحساس على طول يطلع يعطيك صوت يعني كان شغل كاشير عرفت طبعا هذا لقراءة السكر وليس لقراءة السكر أكيد مو للإنسولين لا 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 هذا لا لقراءة السكر حلو بدل طبعا الحساس هذا إيه ما يحتاج ما يحتاج ما يحتاج لأي وخز طيب شرايح ما في شرايح ولا حاجه هذا عباره عن حساس نجرب اليوم ورايا تدري وش نجرب الحين صبر تدري وش شغلتك انت من اليوم ورايا شغلتك كوشير فهمت كوشير على طول يلا بنجرب الحين معلومه بسيطه على الجهاز السنسور هذا يكفيك لمده 14 يوم لازم يستبدل بسنسور ثاني الجهاز هذا إذا اشتريته خلاص بيظل معك ومع شاحن والجميل في الجهاز هذا أنه يقرأ قراءات السكر اليومية شوف على شكل جراف هذا كريم معدل السكر قصدك دكتور لا 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 هذا هو نفسه معدل السكر معدل السكر في اليوم وإذا شبكت الجهاز في اللابتوب يعطيك برنت على أسبوع أسبوعين جميع القراءات متى الأوقات اللي يكون فيها السكر مرتفع السكر منخفض عرفت هدية تستاهل والله تستاهل عبد المجيد تستاهل اكثر والله الله يستاهلك تستاهل والله مجيد دقيقه بندفنا والله شوف مجيد والله اني يوم اشوفك تضغط الابره والله العظيم اني اتالم صحيح صحيح والله العظيم اني يوم اشوفك تحط الابره والانسولين والله العظيم خاصه يمنيف خاصه الاطفال اللي عندهم فوبيا من الابر عمرهم 5 6 7 سنين واللي يعانون من الابر عندكم موجود باذن الله هذا يعني بدا الان يباع بدا يباع الجهاز في الشفاء وفي الفرسان ممكن ندبره ما في مشكله هو مو موجود في الماركت لكن ممكن ندبره الجهاز هذا 400 ريال الجهاز 400 ريال ان شاء الله انه موجود مو متاكد لكن ان شاء الله انه موجود عرفت معلومه ثانيه دقيقه بس معلومه ثانيه تستغني خطوره يمكن عبد المجيد عارف خطوره السكري في الانخفاض خطوره السكري في الانخفاض فاللي نايم ما تعرف هل هو نايم فعلا ولا هل هو منخفض على السكر فيجي مثلا الأهل بالجهاز بدون وخز وبدون ما يصح الولد بدون بس يمرر الجهاز على الكتف أو على الفخذ ويشوف القراءة ومن فوق الثوب عادي لو من فوق الثوب عادي لو من فوق الملابس تحط عليه مجرد تيب بسيط حتى ممكن تتروش فيه وتتسبح فيه إذا حاب أركبه الحين أو بعد البث على راحتك الآن لا لا مشكلة الآن علشان العالم تستفيد تستاهل تستاهل يا دمجي والله العظيم إني سعيد معنا فيها الله افسخ لا دقيقة والله العظيم إني سعيد معنا فيها الله تستاهل تعرف أنت باليوم يمكن 5 مرات و6 مرات في الأصابع تقريبا أنا خلاص بتروح بيصير بس مجرد تمرير وانا اصلا سابق شفت صور بالواتساب مثل كثير من الصور بس انه ما توقعت اني بقدر احصل عليها بهالطريقه فصح انه فرحتي فاتره شوي بس انه لانه قاعد احنا نتكلم عن شيء علمي شيء طبي معي من 21 سنه فانا سعيد وشكرا يا الله على هالنعمة ثم شكرا لكم جزاكم الله خير اللي سعدتوني واحمد الله سبحانه وتعالى تستاهل لا ما تستاهل انت كلك اشكرك ثواني بس خلني اجيب المسحه هذه مسحه ايوه يا دكتور بس انا ودي انه عبد الله ما يدخل بالموضوع الجهاز ب 400 ريال ليش غالي مره عبد الله انت تخصص مشكله الحساس لازم يستبعد عزيز يقول بعده بس من هذه تخجل من عبد العزيز رخيص سعر الشكر الله صحيح شكرا يا الله
تستاهل يا عبد المجيد. اللهم لك الحمد لك الشكر. بس كلمه سريعه، ترى المعلوميه السكر، السكر قبل 300 سنه كانوا يموتون ما يدرون وش فيها الميه السكر، ثم عاد حصلوا على الانسولين، ثم عاد حصلوا على جهاز شرائح التحليل، الان بدون ما تضرب حتى ابره. شفنا عمر رب العالمين شلون قاعد تجي لنا من عمرك على ما اظن، ما ادري وش هذه على ما اظن تسوي لها حفره هنا و... حفره مين؟ حفره المندي حقت هذه اللي تنفع. عبد الله حبيبي انت امورك نفسيه. انا ودي انه بعدين تخصص مش تخصصي، لكن والله اني فرحت اني مراجع له. والله العظيم طبعا هذا الجهاز لازم يشحن يشتغل بعد ساعه، كنا فارس البشيري بقراطيسه درع بعد ساعه يشتغل. يعني الان مشحون هو؟ لا الان ما راح يشتغل حتى لو مشحون، اذا شغلت الحين بيقول لك بعد 60 دقيقه. طيب بس ودنا بس نسوي حركه، ودنا نفك الاستكر مع بعض. ندش هنا ندش بس بالله نروح الكاميرا بالله. يلا تعال. نايمه قامت من النوم قايمه تحرك، اذا نايمه خليك في مكانك قايمه. قولي كذا اتكسر. يلا تعال تعال تكسر تعال. محمد كسر. يلا ما شاء الله. يلا بس اجمع امس اصبروا الدكتور، اذا كل واحد خلاص نسلم امرنا لله. انتم خوك يكفي واحد، خوك يكفي اثنين، شكرا يا الله. يا حبيك اللهم لك احبي لك الحين يا حبيك. يا الله يا ربي عليك تفارق ذي الاشياء كلها وترد بخير. يا الله يا الله يبكر ياس يشق له ربي بقدرته. اي والله امين يا رب. اللهم لك الحمد الحين. وابشرك ابو جيد هذا الحساس ابو جيد نحطه ابشرك في الفخذ يا ربي وتمرر الجهاز عليه. جهاز بالله قارس بدون وخز وبدون اي دكتور. بس بتعطيه توضيح للبنك للسكري. السكري طال عمرك هو جهاز البنكرياس في جسم الانسان، في جزر الجزر هذه طال عمرك هي وحده تفرز الانسولين. بسم الله. وحده تفرز ايش اسمه الثاني؟ وش اسم المعلوم؟ الانسولين. والثاني وش؟ ايش الثاني؟ يوم ينخفض السكر. جلوكوز. جلوكوز طال عمرك. صح ولا لا؟ صح. لا 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 ها ماده اسمها الجلوكاجون. اي هي ايوه هذه اللي كانت في الاختبار صعبه عليك. فهذه طال عمرك يوم ينخفض السكر ربي بقدرتها سبحان الله تفرز. فالانسان ما يحتاج الليبر، فهذا الإبر يخترب الجزر في البنكرياس يخترب في جسم الإنسان. فربي سبحان الله شوف قدرة ربي، بدل إبرة ولا شيء بنكرياس أروحه عشوائي يشتغل، لكن يوم يخترب الإنسان يحتاج لأنسولين. يا الله الله يشفيك. الله يشفيك. هذه طريقة تركيب. الحين بنركبه طبعا ان شاء الله. طبعا هي اكيد فيها ابره صح؟ فيها ابره بس وخزه بسيطه. تفضل تفضل حبيبي. يا حبيبي الله يسعدك طول بعمرك ويجزاك خير. شكرا يا جميل. حبيبي دكتور لا تقتل علينا. عندك معلومة؟ لا تقتل علينا لا يموت علينا. بس مفاجأة مفاجأة هنا بدل المفاجأة نقلبها فجأة. طريقة النزع هنا تشيلها مرة واحدة شوي شوي. طيب من برا. طيب تبغى الحين انا ما عندي مشكلة الحين. هذه لصقة الحين ما عندي مشكلة. حنا شوي شوي يا رجال انت والله. لا لا انت ايمن صح؟ فخليها في اليسار عشان تبان من اليمين لليسار. تمسك الجهاز باليمين صح؟ انت ايمن ولا ايسر؟ لا انا عمي هذه ابر عليك صغيره تطعيم صح؟ تطعيم المدرسه حركات قديمه عندي نفسك صدق. غمازي هنا وغمازي هنا على كيفك. لا اله الا الله محمد رسول الله. وكتفها ابيض من وجهي. ما شاء الله ما شاء الله. يقول ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ان شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. وضربه بسم الله. احسد في ابره؟ مجرد وخز بسيطة ورحمة لأنه تجربة جديدة. طبعا لازم تخليها ثلاث أربع ثواني تقريبا. خلها عشر ثواني. خلها عشر ثواني. لا لا دقيقة. تمام. خلها لين يجي ساعد. لين يجي ساعد. بسم الله. خلاص. يا سهلة سهلة. يظل كذا؟ طب أنا خلاص 14 يوم. بس كيف مرة؟ لا ما يحتاج إنك توصل. مجرد بتمرر بس مرور بسيط. بس يعني جرب الحين يقعد ثابت فيك ما ينفك يا دكتور. اذا وصلت لهنا ما يطيح. وصلت لهنا بيقرب. هذه ما تطيح مع الوضوء مع الماء. لا هذه ما تطيح يتروش فيها وعادي. نص شهر عموما بحط لك تيب للتاكيد تتروش فيها وتتسبح. مدتها هذه 14 يوم. 14 يوم بعد 14 يوم تشيلها وتركب واحده ثانيه. طبعا طريقه التركيب كيف؟ تقرا من وراء الملابس عادي. ما شاء الله هنا كانت الابره وهذا السنسور. تقرا من وراء الملابس. ايوه ادخلها في لازم تضغط هذا بدون ما تفر. تضغطها وتكبسها كبسه خلاص. تصير الان هنا تعشق. هذه كم ابره هنا؟ لا هنا تصير الابره هنا. كم ابره فيه؟ ابره واحده. وزين واذا خلصت هنا اذا خلصت سويتها من شوي. كم سعرها هذه؟
السنسور ب 350 لكن ان شاء الله انه بيرخص. اتوقع لانه جديد ب 350 يعني 600 ريال بالشهر. 700 ريال. هو 700 ريال بالشهر؟ تقريبا 700 ريال. وبعدين غير كذا الحكومه عندنا يا رب عم توفر كل شيء مجاني. زين هذا السنسور بفضل لله. هذا السنسور ولا الجهاز الكاميرا؟ هذا السنسور. هذا السنسور. هذا هذا ب 300 350 300 تحطها فيه حرام عليك. اشكرك اشكرك لحسن دكتور نفسي دكتور نفسي يحاول يكبرك. احس ان الجهاز جديد ومستخدمه في راسنا. مستشارنا المستشار عبد الله تدري انه الامور النفسيه تلعب بسكر والله. لا والله العظيم انه يستاهل. لا لا يستاهل يستاهل. صح انه في اظهار تجارب لكن الحين ان شاء الله القراءات تصير تسجلها اول باول. زين علمنا كيف الشحن. كيف الشحن هذا اقدر اشحن بجوال؟ امزح طبعا طبعا مزح. حق جالكسي بعد والله ممكن حق جالكسي يعني ما يحتاج. طيب اقدر اشحن عندك دكتور؟ ما عندك اي مشكله. الله يبيض وجهك وجهك يا رب.